السيسي يؤكد أن تقنين واسترداد أراضي الدولة لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي، وإنما لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون. السلطات السورية تعيد اليوم فتح مطار حلب الدولي بعد إغلاق دام أكثر من 8 سنوات. والأمن التركي يعيد توقيف رجل الأعمال عثمان كفالة بعد ساعات على صدور حكم قضائي بتبرئته. صباحا في القاهرة، الثانية بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأعضاء اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة. وقال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي أكد أن الهدف من هذا الجهد لا يقتصر فقط على الشق الاقتصادي والمادي واستعادة الدولة لأصولها وحقوقها، وإنما يتخطى ذلك لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط. كما وجه الرئيس السيسي بالمتابعة اليومية الدقيقة من قبل المحافظين ومنح أولوية لهذا الملف بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، مشددا على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين. أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية بدون طيار في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس، وأضاف أن الطائرة أقلعت من قاعدة معتيجة الجوية للإغارة على مواقع للجيش، وذلك ردا على قصف الجيش مستودع أسلحة تركية في ميناء طرابلس. تعيد السلطات السورية اليوم فتح مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران بعد إغلاق دام أكثر من 8 سنوات. وسيستقبل المطار اليوم أول رحلة جوية قادمة من مدينة دمشق، وذلك بعد نجاح الجيش السوري في تطهير مدينة حلب من العناصر الإرهابية. أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أن عدد القتلى منذ انطلاق المظاهرات في البلاد في أكتوبر الماضي بلغ نحو 545 شخصا بينهم 17 من قوات الأمن، وأضافة عدد المصابين بلغ نحو 24 ألف شخص، فيما بلغ عدد المختطفين 79 شخصا، وتم إطلاق سراح 22 شخصا منهم فقط. كما أشارت إلى أن عدد المعتقلين بلغ أكثر من 2800 معتقل، موضحة أنه تم إطلاق سراح أغلبهم باستثناء 38 شخصا. في تونس، جددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى دعوتها إلى سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وإلى إقصاء حركة النهضة من المشاركة في الحكومة المقبلة. ودعت موسى إلى تعويض مرشحي الحركة المقترحين في حكومة إلياس الفخفاخ بكفاءات عليا في المجالات الاقتصادية والمالية، مطالبة بإبعاد أتباع النهضة المتخفين في ثوب مستقلين. أعلنت الشرطة السودانية إحباط تهريب أسلحة تركية في ولاية القضارف شرقي البلاد، وذلك بعد تبادل النار مع عناصر إجرامية. وذكرت الشرطة في بيان أن إدارة المكافحة بالولاية تلقت معلومات مفادها أن شبكة إجرامية تنشط في تهريب الأسلحة الصغيرة، وأضافت أن القوة العسكرية نصبت كمينا للشبكة وتمكنت من ضبط 107 طبنجات تركية. أعادت السلطات التركية توقيف رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كفالة بأمر من النيابة العامة، وذلك بعد ساعات على صدور حكم قضائي بتبرئته في قضية تتعلق بتنظيم احتجاجات في اسطنبول عام 2013. وأوضحت وسائل إعلام تركية رسمية أن كفالة أودع الحبس الاحتياطي في إطار تحقيق متصل بمحاولة الانقلاب المزعومة في عام 2016. ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2000 حالة وفاة بعدما سجلت مقاطعة هوبي 132 حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية. وقالت لجنة الصحة في هوبي أنها سجلت بالإضافة إلى هذه الوفيات 1693 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد المصابين بالوباء بالصين إلى 74 ألف شخص على الأقل.
نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.